Students, Mrs. Dalia Samir with you. Today we will begin in the third lesson in Unit 1, Elements Around Us. Elements Around Us. Okay, we want to know the meaning of element. Element. يعني إيه element? Element هو العنصر. Element هو العنصر. إحنا خدنا قبل كده matter. وقلنا انه matter everything around us has mass and volume. اي حاجة حوالينا ليها mass و volume تبقى matter. واخدنا states of matter, خدنا الحالات بتاعت matter اللي هي برافو solid liquid and gas, خدنا الحالات بتاعته. لكن يعني ايه بقى كلمة element؟ برضو بيقول لنا elements around us, في عناصر كتير حوالينا. يعني ايه عنصر؟ يعني ايه عنصر؟ تعالوا نفهمها من الصور اللي جاية دي. احنا هنا عندنا nails. النيلز دي ليها mass و volume, يعني هي matter. matter ليها mass و volume, تمام. لكن النيلز دي made of ايه؟ المسامير دي مصنوعة من ايه؟ made of iron. made of iron, مصنوعة من الحديد. الحديد ده element, عنصر. عنصر مصنوع منه النيلز, تمام. عندي هنا صورة لإلكتريك وايرز. إلكتريك وايرز أسلاك كهرباء. أسلاك الكهرباء برضو considered matter, تعتبر matter. لكن الإلكتريك وايرز دي made of إيه؟ مصنوعة من إيه؟ الإلكتريك وايرز دي made of copper. made of copper, مصنوعة من النحاس. أنا بتكلم على السلك اللي من جوه اللي بيوصل الكهرباء فعلا, مش الكفر البلاستيك اللي بره. هو ليه كفر بلاستيك عشان احنا ما يحصلناش كده الكتريك تشوك, ما يحصلناش صدمة كهربائية. لكن السلك نفسه اللي جوه اللي بيوصل الكهرباء ده made of copper. copper نحاس. يبقى الكوبر ده element, النحاس ده عبارة عن عنصر element. عندنا هنا spoon. spoon السبون دي matter, made of aluminium. made of aluminium, مصنوعة من مادة الألومنيوم دي, ده عنصر, عنصر الألومنيوم. أوكي, يبقى لغاية دلوقتي كل الصور اللي احنا شفناها هي ماتر, لكن مصنوعة من ايه؟ العنصر اللي هي مصنوعة منه هو ده معنى الألمنت, ده عنصر. هنا عندنا الكول. الكول يعني كول, الفحم والدايموند والماس. الفحم والماس هتستغربوا يمكن شكلهم مختلف قوي, لكن الاثنين made of carbon. الاثنين made of carbon, مصنوعين من الكربون. الكربون هنا element, عنصر. انا عندي كمان هنا sulfur crystals. sulfur crystals بلورات السلفر دي يمكن مش بتشوفوها قوي, دي حاجة في المعمل, تمام, مادة في المعمل. هي مصنوعة من, اسمها sulfur وهي برضو مصنوعة من عنصر السلفر, تمام. الالمنت بتاعها سلفر. سلفر مادة, عنصر اسمه الكبريت. يبقى ببساطة كده العناصر هي مادة بسيطة جدا مصنوع منها الماتر, مصنوع منها الماتر, تمام. So matter is composed of elements. الماتر بيتكون من elements, عناصر. ممكن يكون بيتكون من one element only, عنصر واحد, as coal زي الفحم موجود في الصورة قدامنا. الكول بيتكون من carbon, one element only, عنصر واحد. لكن ممكن يكون الماتر composed of one or two elements or more. ممكن يبقى من عنصر واحد او اتنين او اكتر. اتنين او اكتر زي مين مثلا؟ متكون من اتنين زي ال H2O, ده رمز للووتر. H2O ده رمز للووتر, تركيب الووتر, تمام.
الووتر بيتكون من هيدروجين زي ما موجود كده، H دي اختصار هيدروجين أو رمز الهيدروجين، والـ O دي اختصار أو رمز الأكسجين. يبقى أنا عندي أكسجين وهيدروجين مع بعض، two elements مختلفين لكن بيكونوا الووتر اللي هو مادة الماء. يبقى ممكن الماتر يبقى بيتكون من أجزاء أصغر منه اللي هي الـ elements، سواء كانت نفس نوع الـ element أو أكتر من نوع. المهم إنه بيتركب كأن زي مثلا ما بلعب مكعبات، ممكن يبقى المكعبات زي بعض في الحجم وفي اللون بس بتركب على بعض وبتكون عمود. فيبقى لو أنا عندي one element ممكن يتكون منه مادة زي الكربون بتكون منه الكول الفحم، وممكن يبقى عامل زي البازل بيبقى عندي شكلين مختلفين لما يركبوا على بعض يكونوا شكل واحد جديد، شكل واحد مع بعض زي الـ two elements اللي بيكونوا الووتر مثلا. المهم ان الجزء الواحد ده الاليمنت ده هو اصغر جزء، ما ينفعش بقى اجي في اصغر جزء ده اجزأه تاني، لا هو اصغر حاجة، هو ابسط حاجة. فيبقى لما اقول تعريف definition لكلمة element، element it is the simplest form of matter، the simplest form of matter ابسط صورة للماتر، ما ينفعش تتجزأ تاني اكتر من كده، that can't be decomposed، ما ينفعش تتجزأ تاني اكتر او تتحلل اكتر analyzed into two substances or more، لمادتين تاني او اكتر، لا خلاص دي ابسط حاجة ما تتجزأش مرة تانية. زي ما لو عندي ألم مثلا، الألم ليه غطاء، انا ممكن اجزأ الألم اخد الألم لوحده والغطاء لوحده، لكن ما اقدرش اخد بقى الغطاء واجزأه تاني، خلاص هو دي ابسط حاجة. فنفس الكلام الـ element the simplest form of matter that can't be decomposed، ما ينفعش يتجزأ تاني into two substances or more. بنحفظ الديفينيشن بتاعنا مهمة قوي، تعالوا نقول كده برضو بطريقة سهلة زي ما تعودنا. element is the simplest form of matter، it is the simplest form of matter that can't be decomposed، that can't be decomposed into two substances or more، into two substances or more، the simplest form of matter that can't be decomposed into two substances or more. انتوا بقى شاطرين، ممكن تلحنوا بالطريقة اللي تعجبكم بأي لحن تاني، دي طريقة سهلة بنحفظ بيها الديفينيشنز، نفتكر بعد ما نفهمها نفتكر بيها الديفينيشن بتاعنا. Elements around us classified into metals and non-metals. كل الelements اللي حوالينا العناصر متقسمة أو متصنفة classified يعني متتصنف لنوعين metals و non-metals. المetals اللي هي المعادن أو الفلزات، والnon-metals اللي هي المواد الغير معدنية أو اللا فلزات. تمام؟ طيب المetals، انا عندي الميتالز كلها سوليد، كلها سوليد، هناخد الاكزامبلز بتاعت السوليد اكسبت ليكويد واحد بس، نوع واحد بس هو الليكويد اللي هو ميركوري. The only liquid metal is mercury، the only liquid metal is mercury. الميركوري اللي هو الزئبق اللي بيبقى موجود جوه الثرمومتر اللي احنا بنستخدمه علشان نقيس الحرارة لو حد سخن او حاجة يعني. فالناس بيبقى موجود الميركوري، بيبقى موجود الميركوري جوه الثرمومتر. طيب solids as iron الحديد، copper نحاس، aluminium، gold and silver الجولد والسيلفر الذهب والفضة، lead اللي هو الرصاص. تمام، هما دول اللي موجودين عندنا في الميتالز، دي examples للسوليد، هو كل الميتالز solid except mercury بس هو الليكويد. طب النون ميتالز، لا النون ميتالز بقى انا عندي ثلاث حالات، عندي الثلاث حالات، عندي سوليد وليكويد وجاز في النون ميتالز. تمام، فانا عندي السوليدز مثلا زي الكربون، زي السلفر، الكربون اللي مصنوع منه الكول قلناه في الاول اللي مصنوع منه الفحم، وعندنا السلفر الكبريت اللي موجود في المعمل مش الكبريت اللي في البيت، تمام، ماده الكبريت.
وعندنا كمان فوسفورس. الليكويد عندنا زي البرومين، برومين، وعندنا جاس زي الاكسجين والنيتروجين وباقي الجاسز اللي موجودة في الاير برضو نون ميتال. تمام؟ يبقى انا عندي هنا all metals are solids, all metals are solids except mercury is liquid, except mercury is liquid. المركري بس هو اللي liquid. طب النون ميتالز قلنا the only non metal liquid is bromine. bromine. يبقى احنا عندنا ال only liquid metal mercury وال only liquid non metal bromine. مهم السؤال ده ممكن بيجي كومبليت كتير، نبقى مميزين مين فيهم الليكويد ميتال ومين الليكويد نون ميتال. طيب تعالوا نشوف بقى البروبرتيز اوف ميتالز اند نون ميتالز. بروبرتيز اوف ميتالز اند نون ميتالز، بروبرتيز اللي هي صفات، تعالوا نشوف صفاتهم، ايه اللي بيميز الميتالز عن النون ميتالز، ليه فرقناهم وعملنا مجموعتين ميتالز ونون ميتالز. هنشوف البروبرتيز واحده واحده، بعدين هنجمعهم في كومبير واحد بس يبقى مقارنة ما بين الاثنين. اول حاجة هنقارن بينهم في اللاستر. ده لاستر، يعني ايه لاستر؟ يعني البريق. لاستر يعني البريق، بتلمع ولا لا. ادي عندنا اول حاجة سبون، نيلز. سبون قلنا ميد اوف الومنيوم والنيلز ميد اوف ايرن. عندنا كابر كوينز، كوينز، وعندنا كمان جولد اهو، اسوره او خاتم من الجولد. تمام؟ فكل الحاجات دي ميتالز. ايه رايكم، ها شايفين لاستر ولا لا؟ في لاستر، في بريق. هل هي شايني بتلمع؟ ميتالز ار شايني، ميتالز ار شايني، لمعه باينه. تمام؟ ما نمسكش بقى مسمار قديم، لا مسمار جديد ونشوف اللمعه بتاعته. تمام؟ او المعلقه برضو هيبان فيها السبون، هيبان فيها اللمعه. يبقى ميتالز ار شايني، بتلمع. يعني ايه بتلمع؟ ممكن يقولي شايني، ممكن نقول كلمة تانية have metallic luster. have metallic luster يعني ليها بريق معدني، ليها بريق معدني. لكن لما نشوف الكول مثلا، الفحم او السلفر اللي موجود في المعمل، لا دول شكلهم يعني باين، هل فيهم في لمعة؟ مطفيين، مفيش اي لمعة خالص. فالنون ميتالز are not shiny، non metals are not shiny، مش بتلمع. have no metallic luster، ما عندهاش البريق المعدني. تاني property هنشوفها هي conductivity of electricity. conductivity of electricity، توصيل الكهرباء، توصيل الكهرباء. عايزين نعرف الميتالز والنون ميتالز مين فيهم بينفع يمر من خلاله الكهرباء، يعدي الكهرباء يوصلها، ومين مش بيوصلها. احنا عندنا حاجة اسمها conductor وانسليتور، في موصل وفي عازل، مين فيهم بيوصل ومين مش بيوصل او بيعزل الكهرباء. دايما عندنا في الساينس علشان نختبر حاجة او علشان نقدر نوصل لنتيجة معينة لازم بنعمل experiments. يعني experiments يعني تجارب، تجربة. تمام؟ activity كده صغيرة نشوف فيها او نختبر ونقدر نوصل للمعلومة. تمام؟ زي كل الساينتست دايما بيعملوا كانوا تجارب كتير علشان يقدروا يوصلوا للمعلومة اللي هم بيختبروها وعايزين يفهموها. تمام؟ فأنا عندي هنا electric circuit، دايرة كهربية بسيطة متكونة من battery، battery اللي هي source للإلكتريستي، مصدر للكهرباء، الحجارة اللي احنا بنشغل بيها الريموت أو الألعاب المختلفة في البيت دي source للإلكتريستي، دي مصدر للكهرباء. وإلكتريك كوايرز توصل الكهرباء، ولامب، اللامب دي بس دليل لو في كهرباء بتوصل لها، لامب واللايت، ذا لامب واللايت، اللامب هتنور. لو مفيش كهرباء وصلت يبقى ذا لامب ويل نوت لايت، فاقدر اعرف يبقى اللامب هي اللي هتعرفني الحاجه اللي انا وصلتها بالسلك بتوصل كهرباء ولا لا. فانا بسيب طرفين حرين، شايفين نهايه الجرين الكتريك واير ده اللي ليه كفر جرين واللي ليه كفر ريد، نهايه الطرفين دول متوصلين بأير نيل في الرسمة اللي قدامنا، أير نيل مسمار حديد. تمام؟ وهنشوف
هنوصل المسمار من الطرفين كويس، نلف السلك كويس، الكابر نفسه من الطرفين كويس، ونشوف اللامب واللايت ولو النوت لايت. يبقى الاكتيفيتي بتاعتي bring samples of different elements، هجيب عينات لعناصر مختلفة زي الايرن نيل اللي موجود عندي في الرسمة، زي الفايل بيبر اهو، فايل بيبر اللي موجود عند ماما في المطبخ بتغطي بيه الحاجات الاكل عشان يفضل سخن وكده، ده الفايل بيبر مصنوع من الالومنيوم. وعندي كوبر كوين، انا حاولت اجيب صورة الكوبر كوين فعلا عشان في كوينز تانية بتبقى مصنوعة من الايرن زي عندنا في مصر، دي كوبر كوين مصنوعة من النحاس. عندنا جرافايت رود، جرافايت رود، الجرافايت رود اللي هو من الكربون، مصنوع من الكربون زي الكول. الجرافايت رود هو اللي موجود في قلم، في القلم الرصاص ده، سن القلم الرصاص اسمه جرافايت رود، تمام. وعندي كمان عينة تانية اللي هي السلفر، جايبين هنا سلفر، تمام، سلفر. السلفر ممكن يكون كريستال او باودر، في المعمل بنلاقيه يا اما بلورات كده متجمعة يا اما باودر مطحون، مطحون باودر، تمام. طب بيقول لي اعمل ايه بقى؟ connect each one to the electric circuit، كل واحدة منهم هجرب اوصلها بالدائرة الكهربية واشوف اللامب واللايت ولا والنوت لايت. وصلنا الايرن نيل، وصلنا الايرن نيل، وهنشوف هل اللامب واللايت ولا والنوت لايت. على فكرة دي تجربة ممكن تعملوها في البيت ببساطة بمساعدة بابا او ماما، سهلة جدا. هجيب باتري، اي باتري عندي، وسلك بسيط، ولامب صغيرة، تمام، ونجرب نوصل كده في طرفين حرين الايرن نيل، هلاقي اللامب واللايت. نجربها كده، هتلاقوا اللامب واللايت بتنور، تمام. طب الفويل بيبر كمان، لما اوصل الفويل بيبر هلاقي اللامب، ذا لامب واللايت برضو نورت. طب الكوبر كوين برضو هلاقي اللامب نورت. اصلا الالكتريك واير، سلك الكهرباء اللي متوصل بيه، اللي بيوصل الكهرباء ده اصلا مصنوع من الكوبر برضو، تمام. فيبقى الكوبر طبيعي هو بيوصل الالكتريستي. طب هلما اجي اجرب الجرافايت رود، الجرافايت رود مصنوع من الكربون، دخلنا بقى في النون ميتال، اللي فاتوا كلهم كانوا ميتال، الايرن والالومنيوم والكوبر كانوا ميتال، لكن الجرافايت رود نون ميتال، ده مصنوع من الكربون. لكن هنستغرب قوي احنا ان احنا لما بنيجي نوصله فعلا برضو هنلاقي اللامب واللايت، ذا لامب واللايت، اللامب برضو بتنور، تمام. اوكي نجرب بقى السلفر برضو نون ميتال، لا لما يجي بقى نوصل هنا حتى لو كان باودر بنحط طرفين السلك جوه الباودر، هنلاقي اللامب والنوت لايت. الحالة الوحيدة اللي فيها اللامب والنوت لايت في الاكتيفيتي بتاعتنا، في الاكسبيرمنت بتاعتنا، هي السلفر، هي السلفر. يبقى الاوبزرفيشن بتاعنا ايه؟ لاحظنا ايه؟ اللي احنا لاحظناه، اللي عينينا شافته، ان the lamp light when we connect، لما وصلنا الحالات الاولى اللي هي iron nail والfoil paper والcopper coin and carbon، انه حتى الكربون كمان رغم ان هو non metal اللامب نورت، but in sulfur no، في حالة السلفر بس اللامب will not light، في حالة السلفر بس the lamp will not light، مش هتنور. طب ايه اللي استنتجناه كده؟ ان كل الميتالز، احنا لما جربنا كذا حاجة من الميتالز، كل الميتالز good conductors of electricity، good conductors، موصلات جيدة للإلكتريستي، للكهرباء. while بينما بقى non-metals are bad conductors، non-metals لو جربنا حاجات تانية كمان هنلاقي non-metals are bad conductors except carbon، except carbon. فنفتكرها حلوة قوي، نقول مع بعض كده metals are good conductors of electricity، metals are good conductors of electricity، while non-metals bad conductors of electricity except carbon، bad conductors of electricity except carbon. لازم افتكر الاكسبشن ده لانه مهم جدا بنتسأل فيه. الكربون هو الوحيد في non-metals اللي good conductor
of electricity، بيوصل الكهرباء. حلو جدا، هنلاقي اللامب واللايت في حالة الكربون او الجرافايت رود اللي هو هو الكربون. تالت بروبرتي عندي هي الكوندكتيفيتي اوف هيت. كوندكتيفيتي اوف هيت، يبقى خدنا كوندكتيفيتي اوف الكتريستي، دلوقتي هناخد كوندكتيفيتي اوف هيت، توصيل الحرارة، توصيل الحرارة او توصيل السخونة. اوكي، تعالوا نشوف برضو هنعمل اكسبيرمنت، برضو هنعمل تجربة. اتفقنا ان احنا دايما عشان نوصل لحاجة بنعمل اكسبيرمنت. طيب انا عندي في الاكسبيرمنت دي جبت ايه؟ زي ما مرسوم كده في الرسمة، ركزوا معايا كده في الرسمة ثواني، في A و B نفس الحامل هو هو، تمام؟ بيقولي bring bars of iron, copper, aluminium and sulfur. هجيب bars مختلفة، البار يعني قضيب، قضيب القضيب اللي متعلق في الحامل ده في النص، زي متشاور عليه اهو ايرن بار في ناحية في figure number A، figure number B مكتوب عليه sulfur bar. اوكي، جبت مرة metal ومرة non-metal. المتال هجرب كذا واحد كمان، هجرب ايرن وكوبر والومنيوم بارز، وهجرب واحد من النون ميتال سلفر او كربون بار. اوكي، put a piece of wax at one end. هحاول ألزق على البار في نهاية من الناحيتين بتوعه، at one end طرف من الطرفين، هحط piece of wax قطعة من الشمع، قطعة من الشمع، حتى الشمع اللي احنا بنلزق بيه مفيش مشكلة، اي نوع شمع بلزقه. ليه؟ اصل الشمع بسهولة لما بيوصل له سخونة بيحصل له ميلتنج، بيسيح، فانا عايز اشوف هيوصل له سخونة ولا لا. انا حاطة في ناحية piece of wax والناحية التانية and the other end exposed to the flame of a candle. The flame of the candle، هعرضه للهب، للنار بتاعة كاندل، بتاعة شمع. تمام، يبقى في ناحية لمسة بالضبط الفلام اوف ذا كاندل، معرضة للفلام اوف ذا كاندل، لهب الشمعة، والناحية التانية فيها piece of wax قطعة من الشمع. لو السخونة اللي جاية من لهب الشمعة وصلت للاند التانية، للنهاية التانية اللي فيها piece of wax، هتسيح، هيحصلها عملية ميلتنج. لكن لو السخونة ما وصلتش، يعني البار ده ما وصلش الحرارة، يبقى البيس اوف واكس مش هتسيح، تمام، مش هيحصلها ميلتنج. يبقى انا هجرب في البارز المختلفة دي وهنشوف في اي حالة البيس اوف واكس والملت، وامتى مش هيحصلها ميلتنج. الاوبزرفيشن، الملاحظة اللي انا شفتها لما جربنا كل واحد من البارز المختلفة دي، بيقول لي انه wax melts at different times in case of، في حالة الwax بيسيح بس في أوقات مختلفة حسب درجة التوصيل بقى بتاعت الحرارة، في أوقات مختلفة different times، يعني واحدة ساحت بسرعة، واحدة ساحت متأخر شوية، لكن في كل الحالات ساحت امتى؟ in case of iron, copper and aluminium bar. iron, copper and aluminium bar، يعني في كل حالات المتالز. Number two, wax doesn't melt. الwax مش بيسيح in case of carbon or sulfur bar. في حالة بقى السلفر بار أو الكربون بار اللي أنا هستخدمه في الاكسبرمنت بتاعتي، في الحالة دي لا، piece of wax will not melt، ما سحتش، تمام، أو doesn't melt، ما سحتش، تمام. إيه الconclusion؟ إحنا قلنا الobservation، بقول اللي شفته، wax melt أو wax doesn't melt، ده الobservation بس. الconclusion بستنتج بقى، هي ليه ساحت في دول؟ أصل دول كلهم metals، ده اللي استنتجته، ده اللي فهمته. يبقى الconclusion بتاعي metals are good conductors of heat، metals are good conductors of heat while non-metals are bad conductors of heat، bad conductors of heat. هل عندي exception هنا؟ لا، مفيش استثناء، الاكسبشن موجود في حالة الالكتريستي بس، في حالة الالكتريستي بس. Property number four، melting point. كلمة melting point يعني درجة الانصهار،
عايزين نشوف يعني في الميتالز وفي النون ميتالز مين فيهم اللي درجة الانصهار بتاعته عالية، يعني محتاج درجة عالية علشان ينصهر، ومين درجة الانصهار بتاعته قليلة، يعني من أبسط شوية هيتينج، أي شوية هيتينج يخلوه يعمل عملية ميلتينج بينصهر أو يسيح بسهولة. تمام؟ فهنجرب حاجتين، حاجة ميتال وحاجة نون ميتال. أنا عندي هنا في التست تيوب دي شوية من السلفر، شوية من السلفر، احنا شفنا السلفر باودر، فأنا عندي هنا شوية سلفر باودر، أو حتى لو كان كريستال مش هيفرق كتير. السلفر بعرضه لفليم، بعرضه لفليم واشوف هيسيح بسرعة ولا لا. وعندي في الصورة التانية دي بهولدر كده بماسك، تمام، شايفينه ماسك ايه؟ ماسك ايرن نيل، مسمار من الحديد، ايرن نيل، وبرضو معرضه لايه؟ لفليم، برضو للهب. اوكي، هنشوف مين فيهم اللي هيسيح. هنا بقى مش بتكلم على توصيل السخونة، لا، انا بتكلم على انه يحصل له عملية ميلتنج، انهي عنصر فيهم اللي هيسيح بسهولة، مين هياخد وقت اكتر. فبنقول bring a sample of iron nail، هجيب عينة لحاجة metal اللي هي iron nail and another one of sulfur زي ما موجود في الرسم. heat each sample by using bunsen flame، عندنا لهب في المعمل اسمه لهب بنزن، تمام، اللهب ده انا بعرض لي السلفر والiron nail، وهنشوف مين هيسيح الاول او مين هيسيح ومين مش هيعرف يسيح اصلا. في الاوبزرفيشن بيقول لي انا هفضل اعرض الايرن نيل لهيت وقت طويل واستنى، استنى كتير. بيقول لي ذا ايرن نيل دونت ميلت، هو هيسخن لانه هو هيوصل حراره، هو هيسخن، لكن انا مش ده اللي بقيسه، انا بشوف هو هيسيح امتى. الحقيقه ان الايرن نيل محتاج درجات حراره عاليه جدا عشان يسيح، فاللي هلاقيه ان الايرن نيل مش هيسيح خالص، الايرن نيل مش هيسيح خالص، هيسخن بس. بات سلفر، لكن السلفر شايفين كده في الرسمه، مش الحته اللي تحت دي غامقه شويه؟ الحته الغامقه دي مجرد ما انا على طول عرضته للهب، مجرد ما قربته للفليم، بلاقي السلفر مباشره بيعمل عمليه ميلتنج على طول، مش هيلحق. لو عملته قدامكم هتشوفوا المنظر فعلا قدامكم، بيبان ان السلفر بمجرد ما تعرضه للنار على طول بيسيح، تحول لليكويد مباشرة. يبقى السلفر melt easily، يبقى الملاحظة observation the iron nail doesn't melt, sulfur melt easily. تمام؟ ايه ال conclusion اللي استنتجته؟ اللي ما حصلوش melting ده عنده high melting points، يبقى metals، لان الايرن metal، واي نوع تاني برضو لو جربنا كذا نوع هنلاقي نفس الفكرة. Metals have high melting point. Have high melting point. درجة انصهارهم عالية. محتاج درجة عالية عشان ينصهر. But non-metals، لكن non-metals have low melting point. درجة الانصهار بتاعته قليلة جدا. أي شوية حرارة يخلوه ينصهر بسهولة. يبقى هنا عرفنا metals have high melting point. Non-metals have low melting point. طيب property number 5، انا عايز اشوف كمان المالبيليتي، مالبيليتي المرونه، المرونه. هل الميتالز والنون ميتالز الاثنين عندهم مرونه؟ الاثنين كان بي بنت، قابلين لانهم يتنوا. لو حبيت اتني، تمام، لو حبيت اتني حاجه مصنوعه من ميتال معدن، هي اللي هتتني، ولا النون ميتال الكربون والسلفر والحاجات دي، مين فيهم اللي هيبقى بيتني او بيتشكل بيتعمل له ريشيبد بسهوله؟ شايفين الصوره دي بتوضح؟ انا عندي هنا هامر، انا بقول كان بي بنت او كان بي هامرد، ينفع ادق عليه ويتدق او يتني ولا لا؟ تمام، او يتشكل ريشيبد. انا عندي بالهامر اقدر ادق على الحاجات دي، ادق على المعدن. بنلاقي كمان مين فيكم راح خان الخليلي قبل كده زمان او قريب؟ اللي راح خان الخليلي في مصر ده مكان فيه شويه حاجات وتراث قديم حلو قوي، في مثلا ناس بتقعد تشتغل بالدق، بتعمل اشكال وزخارف على الصواني، الصواني دي بتبقى معدن، بيقدروا يدقوا عليها فبيشكلوا اشكال جميله عليها. تمام،
انا عندي هنا في الاكسبيرمنت بيقول لي try to bend or hammer، حاول تتني او تدق على copper wire، سلك من النحاس. سلك من النحاس دي سهله قوي في ايدينا في البيت، اي سلك كهرباء عندي ده سلك نحاس، بس طبعا ما نجربش حاجه في الكهرباء، تمام؟ والسلك لوحده مش متوصل بكهرباء او حاجه، جرب تتنيه. كل الاسلاك عندنا بتتني وبنلفها، وممكن لو سلك طويل نلف في مكان، تمام؟ لان الكوبر واير، الكوبر واير مصنوع من الكوبر نحاس، والنحاس ده ميتال، كان بي بنت، كان بي بنت، ممكن يتني، ممكن نشكله. هو اصلا معنى ان هو معمول من الكوبر، مصنوع واير اصلا معمول على شكل سلك، يعني قدرت اشكله واعمل منه سلك، يبقى كان بي بنت. اند ا بيس اوف سلفر، واجرب بقى اتني او ادق على بيس اوف سلفر. احنا شفنا السلفر قد ايه يعني هش جدا. السلفر فيه منه كريستال، مجرد انك تدق عليها يتحول لباودر، ده ما يتنيش، ده خلاص انت سحقته، انت كده عملته باودر، تمام؟ الكول سهل جدا، ممكن ماما في البيت تكون بتجيب فحم مثلا عشان نشوي على الفحم او حاجه، فلو جبت بيس اوف كول، قطعه من الفحم، ودقيت عليها برضو هتلاقيها بسهوله بتتكسر لاجزاء صغيره، او ممكن كمان لو دقيت تاني تلاقيها بقت باودر، بقت مسحوق من الباودر، اوكي؟ يبقى ما بينفعش تتشكل. ده الاوبزرفيشن بتاعي، ان الكوبر واير كان بي بنت اور هامرد، ينفع تتني او يتدق عليها، بات سلفر كانوت بي هامرد، لكن السلفر مش ممكن ادق عليه. ايه الكونكلوجن بقى استنتجنا ايه؟ ان الميتالز كان بي بنت، ميتالز كان بي بنت، يعني ايه كان بي بنت؟ ينفع تتني، يعني مالابل، مالابل يعني مرنه، كلمه مالابل مرنه، سهله التشكيل. هامرد يعني ينفع تدق عليها. داكتيل، داكتيل يعني برضو طيعه مرنه، كان بي ريشيبت. كل الكلمات دي مترادفات، يعني كل دول نفس المينينج، ذا سيم مينينج، اوكي؟ عشان كده لازم نحفظهم كلهم، لان ممكن تجي لي جمله مكتوبه فيها اي واحده من دول. احنا بنحاول نحفظ كل الفوكابلوريز اللي ممكن تيجي دي اللي مستخدمه، يبقى نحفظهم مع بعض. ميتالز كان بي بنت، نقول مع بعض كان بي بنت، كان بي هامرد، كان بي داكتيل، كان بي ريشيبت، كان بي مالابل او مالابل على طول، مالابل. كلمه كان بي بنت يعني مالابل مرنه، يبقى ميتالز ار مالابل، ميتالز ار مالابل مرنه، كل الميتالز مرنه. يعني ايه مرنه؟ نقول بقى المترادفات اللي زي بعض دي، كان بي بنت، كان بي هامرد، كان بي داكتيل، كان بي بنت، كان بي هامرد، كان بي داكتيل، اوكي؟ برضو معناها ريشيبد، كان بي ريشيبد، ينفع تتشكل ويتعمل منها حاجات باشكال مختلفه. بات نون ميتالز كانوت، يبقى النون ميتالز هننفي كل الكلام دي، الكلام اللي احنا قلناه، كانوت بي بنت، كانوت بي هامرد، كانوت بي داكتيل. هنجمعهم مع بعض كل البروبرتيز في comparison between metals and non-metals، comparison between metals and non-metals، مقارنة بينهم، وبتيجي كتير المقارنة دي، مهمة مهمة قوي المقارنة دي في الدرس، تمام؟ metals أول حاجة metals are shiny، non-metals are not shiny، metals are good conductors of electricity، مواصلات جيدة للكهرباء، non-metals bad conductors of electricity except carbon، لازم افتكرها، bad conductors of electricity except carbon. Metals are good conductors of heat، non-metals bad conductors of heat، مش بتوصل الحرارة كويس. Metals have high melting point، non-metals have low melting points. Metals malleable، metals malleable يعني ايه malleable؟ يعني can be bent, can be ductile, can be hammered. Non-metals are not malleable، مش مرنة. Metals زي ايه بقى؟ example، آخر حاجة في المقارنة عندي بقول examples. Metals as iron, copper, aluminium. Non-metals as carbon and sulfur. Carbon and sulfur.
اخر حاجة عندي الـ economic importance of some metals and non-metals. economic importance يعني الأهمية الاقتصادية، الأهمية الاقتصادية، تمام؟ يعني بيتصنع منها ايه؟ بنعمل منها ايه؟ حاجات ممكن تنفعنا، حاجات ممكن تكون بتدخل دخل لبلدنا، تمام؟ ده الـ economic importance of some metals and non-metals، للميتالز المعادن والنون-metals المواد العناصر اللي غير معدنية. هناخد كده examples لشوية حاجات أهمهم. يعني عندنا أول حاجة الأيرن، الجدول اللي قدامنا عندنا فيه الإليمنت والكايند والإمبورتنس. الإليمنت اسم الإليمنت، بعدين الكايند نوعه هو ميتال ولا نون ميتال، بعدين الإمبورتنس الأهمية بقى اليوزس. ممكن أقول إمبورتنس أو يوزس، ساعات ممكن يسألني يقول لي اليوزس بتاعة الإليمنت ده استخداماته إيه. طيب الايرن احنا عارفين ان الايرن ايه؟ ميتال. الامبورتنس بتاعته used in making bridges، bridges اللي هي الكباري، الكوبري الكبير اللي بيعدي عليه كل العربيات والعربيات الصغيره والكبيره، تمام؟ البريدجز دي مصنوعه من الايرن عشان تبقى قويه، تمام؟ عشان تبقى قويه وتستحمل كل الاوزان اللي تعدي عليها. الايرن من اقوى المعادن، تمام؟ معروف ان هو very hard metal، very hard metal، metal قوي جدا، صلب جدا، اوكي. يبقى البريدجز. كمان عندي الدورز، بوابات، في بوابات او في ابواب معينه بتصنع من الحديد، بوابات المدارس والاماكن الكبيره، تمام؟ او البوابات الحديد اللي بعض الناس دلوقتي بدات تعمل باب حديد بره الباب بتاعها العادي الخشب اللي في البيت لزياده الامان، يعني عشان تبقى حاجه محكمه اكتر، تمام؟ فالدورز مصنوعة من الايرن. and street light، street light بقول عليها street light او بقول lamp post، هي هي اللي هي عمود النور اللي بيبقى موجود في الشارع، street light او lamp post، عمود النور ده برضو مصنوع من الايرن. طيب الالومنيوم، الومنيوم صنع منه ايه الالومنيوم؟ الالومنيوم اولا هو metal، نوعه الكايند بتاعه metal. used in making cooking pans، cooking pans او ممكن اقول cooking pots، هي هي cooking pans او cooking pots، اواني الطهي مصنوعه من الالومنيوم لانه موصل حلو جدا للكهرباء. سوري انا قلت غلط، موصل جيد جدا لايه؟ للهيت، للهيت. انا اللي يهمني في الكوكينج بانز انها تكون بتوصل ايه؟ الهيت، الحراره، تمام؟ علشان تسخن الاكل اللي جواها، فيهمني انها تكون بتوصل الحراره، تمام؟ يبقى الكوكينج بانز مصنوعه من الالومنيوم. كل اليوزز دي على فكره ممكن يسالني جيف ريزون فيها، انا ليه بستخدمه في ده؟ يبقى انا عارف افتكر البروبرتي المهمه اللي خلتني اصنع منه الحاجه دي. يبقى الالومنيوم بصنع منها كوكينج بانز لانها good conductor of heat، good conductor of heat. عندي كمان الفويل بيبر، الفويل بيبر اللي هو المصنوع من الالومنيوم اللي بنغطي بيه الحاجات عشان تفضل سخنه. برضو انا ليه بعمله من الالومنيوم؟ لان الالومنيوم يحتفظ بالحراره جواه، برضو ما دام هو بيوصل حراره كويس يبقى كمان هيفضل محتفظ بيها وقت اطول. لما نغطي حاجه بالفويل تفضل سخنه زي ما هي شويه وقت، تمام؟ تقعد وقت اطول شويه دافيه او سخنه زي ما هي. كمان الالومنيوم بيتصنع منه الدور نوبس، دور نوبس اللي هي مقابض البيبان، المقبض بتاع الباب اللي احنا بنفتح منه الباب، الاكرة اللي احنا بنفتح منها الباب ونقفله بتتصنع من، يعني نسبة كبيرة منها تصنع من الالومنيوم. طيب عندي كمان elements تانية زي الجولد and silver، دول معروف استخدامهم، دايما بنستخدم الجولد والسيلفر في ايه؟ ها البنات اللي هنا، البنات يعرفوها كويس دي، بيحبوا الجولد والسيلفر. in making jewelry، in making jewelry بيستخدموا في صناعة المجوهرات، تمام؟ الحلقان الجميلة والسلاسل والحاجات الجميلة بتاعتنا دي بتبقى مصنوعة أغلبها اللي ليها، ليه بقى؟ عشان ليها كمان إيه؟ ليها ميتاليك لاستر. أولاً كان بي ريشيبت، ينفع تتشكل، ينفع بقى أعمل سلسلة فيها بقى شكل فراشة ولا شكل قلب ولا وردة وحاجات جميلة كده. كان بي ريشيبت، ينفع تتشكل لأنها كان بي بنت، كان بي هامرت، كان بي داكتيل، فاكرين؟ من ضمن صفات الميتالز.
بينفع تتشكل، وكمان لانها شايني لانها بتلمع. كمان بيتصنع منها الديكوريشن اوف فرنتشر، في انواع من الفرنتشر بتبقى متطعمه شويه بحاجات جولد او سيلفر في الاطراف كده، فيها شويه زخارف بشكل جولد يعني بيتحط فيها جولد او سيلفر. طيب انا عندي كمان الكابر، الكابر النحاس برضو، الكابر ميتال، كل اللي فاتوا لغايه دلوقتي ميتال، تمام. الكابر ميتال الكايند بتاعه used in making a used in making electric wires، اسلاك الكهرباء electric wires. هنا برضو ممكن يقول لي give reason copper used in making electric wires، ليه؟ انا ايه اللي يهمني في electric wires؟ اسلاك كهرباء، يهمني توصل ايه؟ كهرباء electricity. اوكي يبقى الكوبر ليه بستخدمه in making electric wires؟ because copper برافو because copper is good conductor of electricity. Copper is good conductor of electricity as its metal، لأنه metal فهو good conductor of electricity، صنع منه أسلاك الكهرباء. كمان بيتصنع منه metallic coins، some coins، في بعض الكوينز المعدنية تمام اللي هي اللي بنقدر نستخدمها الصغيرة دي، دي مصنوعة من الكوبر. في بعض البلاد بتصنع من الكوبر، في بعض الناس دلوقتي زي عندنا في مصر بدأنا نصنع شوية من الايرن بقالنا فترة، لان الايرن يمكن يعني more cheap than copper، يعني ارخص او cheaper than copper، تمام. and status، and status يعني status يعني تمثيل. بعض التمثيل ممكن اللي راح فينا المتحف المصري قبل كده، في المتاحف عامة احنا عندنا كتير اثار ومتاحف وتمثيل، ففي بعض التماثيل ممكن نلاقي في بعض التماثيل من ازمنه معينه مصنوعه من الكوبر، مصنوعه من النحاس، يبقى لونها مدي على اصفر شويه كده، النحاس درجه لونه اصفر شويه، قريبه من الجولد شويه بس ايه مش بنفس الدرجه. اوكي الكربون، الكربون هو الوحيد اللي عندي في الجدول هنا نون ميتال، الكربون نون ميتال، بس بستخدمه في صناعه ايه بقى مهم قوي، تمام وركزوا فيها معايا عشان شاطرين. used in making dry cells، يعني ايه dry cells؟ يعني باتري، اللي هي ايه الباتري؟ اللي هي الحجاره، الحجاره اللي احنا قلناها من شويه في الالكتريك سيركت سورس اوف الكتريستي، الحجاره اللي بشغل بيها الكهرباء في الريموت في الالعاب في الحاجات دي. الحجاره دي انا محتاجه انها تكون متصنعه من ماده بتوصل ايه؟ بتوصل كهرباء، بتوصل كهرباء. طب انا ليه بصنعها من الكربون؟ ده الكربون نون ميتال. نفتكر يا جماعه احنا قلنا ان كل النون ميتالز باد كوندكتورز اوف الكتريستي اكسبت كربون، ما عدا الكربون هو الوحيد اللي جود كوندكتور اوف الكتريستي اولزو اتس نون ميتال، رغم ان هو ايه نون ميتال. يبقى رغم ان هو نون ميتال لكن هو جود كوندكتور اوف الكتريستي، عشان كده بصنع منه الدراي سيلز او الباتري. dry cells هي الباتري، تمام، هي electric cells، لو قال لي electric cells dry cells battery the same meaning. في نهاية الدرس بناخد شوية questions for summary، بعض الأسئلة عشان نجمع بيها الدرس. عندي سؤال جديد بيقول mention one news for each of the following. mention one news يعني أذكر استخدام واحد، أذكر استخدام واحد. احنا خدنا استخدامات اللي هي الايكونوميك امبورتنس، قلنا ممكن نقول ايكونوميك امبورتنس او يوزس استخدامات. فاول عنصر عندي عايز استخدام لي الايرن، الايرن بصنع منه ايه؟ بعمل منه ايه؟ ايرن يوزد ان ميكينج، ها افتكر كده مع بعض، بريدجز الكباري، لامب بوستس، لامب بوست او ستريت لايت، وعندي كمان دورز، دورز احنا ممكن نربطهم او نفتكرهم باي طريقه. مثلا لو انا برايح المدرسه، رايح المدرسه هعدي على كوبري، اوكي بريدجز، وافتكر ان انا مثلا على اول الشارع بتاع المدرسه في لامب بوست، في عمود كهرباء في الشارع، وانا بعدي علشان ادخل المدرسه في بوابه للمدرسه دورز، دور، الدور ده برضو مصنوع من الايرن. يبقى افتكر حاجات مصنوعه من الايرن انا بعدي عليها وانا رايح المدرسه، bridges lamp posts doors bridges
lamp posts doors. لما تخيل كده المشهد ده تمام بفتكر وبربط الحاجات ببعضها افتكرهم. طيب عندي number two copper. copper الكوبر بيستخدم في صناعة ايه؟ احنا قلنا اول حاجة تيجي في بالي لما اقول copper electric wires. electric wires اسلاك الكهرباء اغلبها مصنع من الكوبر. كمان عندي الحاجات اللي بحطها في جيبي في المصروف كده لازم يبقى معايا coins. coins الفكة اوكي coins copper coins. عندي كمان ايه اللي بروح المتحف مخصوص عشان اتفرج عليه statues. statues تماثيل برضو عندي some statues made of copper. انا بفتكر اكتر من استخدام احنا الاستخدامات اللي اخدناها بنفتكرها كلها في الامتحان لو هو عايز one use احنا كتبنا اكتر ده افضل مفيش مشكلة نفتكر يعني كل الاستخدامات احسن. number three الكربون. الكربون طبيعي ما خدناش ليه غير استخدام واحد مين فاكره؟ كربون رغم ان هو non metal لكن used in making battery او dry cell. battery او dry cell هي لان الكربون good conductor of electricity. good conductor of electricity. سؤال ال give reason احنا تعودنا على سؤال خلاص give reason قول السبب. number one بيقول لي sulfur is an element. ليه بعتبر sulfur element؟ زي ما خدنا ليه بعتبر بعتبر table matter. table is matter. زي ما خدنا ليه بعتبر الايس مثلا solid. يبقى انا بقول التعريف بتاع الحاجة دي لو matter هقول تعريف الماتر solid او liquid او gas بقول التعريف بتاعها الجملة بتاعتها. sulfur is an element. is an element يبقى هقول تعريف الاليمنت. sulfur element as it is the simplest form of matter ابسط صورة للماتر that can't be decomposed او analyzed into two substances or more لمادتين او اكتر ما ينفعش تتجزأ لمادتين او اكتر. عندي كمان iron and copper are metals. الحديد والنحاس يعتبروا metals. ليه؟ هقول كل البروبرتيز بتاعت الميتلز ده اللي بيميز الميتلز ويعتبر definition لكلمة metals برضو نفس الفكرة هما ليه metals هقول كل البروبرتيز بتاعتهم. as they are shiny بيلمعوا can be bent or hammered بينفع يتنوا او يدق عليهم يتشكلوا have high melting and boiling point خلاص ليهم درجات انصهار عالية وكمان boiling points وكمان درجات غليان عالية بعد ما بيحصلهم انصهار كمان بعد ما يتحولوا لليكويد ممكن جدا يحصل لهم boiling كمان غليان بس برضو تبقى درجات عالية وما بتحصلش غير في الم... في غير في... مش في المعمل بتحصلش غير في المصانع زي الحديد مثلا عشان يحصل له melting وboiling الكلام ده بيحصل في مصانع وبدرجات عالية جدا وبأجهزة وبحاجات مخصوصة مش في البيت خالص. كمان and good conductor of heat and electricity لأنهم كمان good conductor of heat and electricity الميتالز مواصلات جيدة للحرارة وللكهرباء يبقى كل البروبرتيز أنا قلتها تمام كل البروبرتيز أنا قلتها افتكرهم حلو مع بعض الجدول بتاعهم علشان أقدر أقولهم في إجابات سواء جاية في give reason زي ده أو في compare في المقارنة. number 3 في الجيف ريزون هنا بيقول لي copper is used in manufacture of electric wires. copper used in making electric wires. ليه بستخدم الكوبر في صناعة الالكتريك wires اسلاك الكهرباء؟ افتكر اول property مهمة electric wires اهم حاجة انها تكون بتوصل كهرباء يبقى لان الكوبر as it is a good conductor of electricity لانها good conductor of electricity وركز انا بقول good conductor of ايه electricity and can be bent into wires ولازم طبعا تكون بينفع تتني وتتشكل وتاخد شكل الوايرز اسلاك والا ما كنتش اقدر اشكل بيها واعمل بيها اسلاك اوكي as it is a metal هي ليه نفع تتشكل وكمان good conductor of electricity فعملت منها electric wires لانها metal لانها metal دي من صفات المتل تمام دي اجابه كامله احنا بنحاول بقدر الامكان نكتب الاجابه كامله في الجيف ريزون عشان ده سؤال مهم والتفاصيل اللي فيه برضو لازم كل اللي مطلوب فيه يكون مكتوب علشان ما نكونش ايه بننقص اي حاجه في سؤال زي ده تمام good luck enjoy science